في موضوع الإعلام وما الإعلام. هل كل من ظهر على الشاشة يسمى إعلامي؟ حلو، كلكم مختلفين. يعني ما هو يعني أنتوا الآن ما أنتم إعلاميين. من يشوف نفسه إعلامي الآن؟ فلاح؟ شو نفسك إعلامي؟ خلي أنا ممكن نعرف الإعلام، تعريف اللي أعرف أنا يعني. الإعلام كمصطلح إعلامي هذا عرّشت عليه سابقاً في قدام اللجنة حتى. حنا الحين نشوف إن أي واحد للأسف يوقف قدام حتى سناب قبيلة، سناب قبيلة تبي يمسك الميكروفون يسوي لقاء واحد يسمونه إعلامي خلاص ويصير محسوب على الإعلام، هذا خطأ. كلمة إعلامي تنطق على شخصين، أما شخص أكاديمي مع شهادة بكالوريوس ماستر إعلام حلو. أو على شخص مارس في الإعلام 3 سنوات 5 سنوات يعني زمن طويل، أما أنه يجي على طول أول لقاء ولا برنامج إعلامي خلاص أنا أشوفها خطأ. يعني أنت ما تشوف نفسك إعلامي لا؟ نعم. طيب يعني لا أحد تشوف نفسه إعلامي؟ ليه تشوف نفسك؟ لا لا زايد 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 بسمع جوابه بس دقيقة. دراستي درست 4 سنوات حلو ومارست الله إعلام اتصال علاقات عامة. هل يعني مارست الإعلام؟ الله مارست الإعلام. وين؟ عمل حر تقريبا السنتين الماضية من يوم تخرجت. عمل حر كيف؟ مال حر في مجال الإعلام والعلاقات العامة. حلو يعني الحمد لله ربكم معكم خويكم إعلام. لازم يخليك. طيب طيب يا زايد أنت إيش تشوف؟ أنا والله شوف كل شخص يطلع قدام الشاشة ويطلع على الظهور الإعلامي هل هو شخص إعلامي؟ لا. ليش؟ الإعلامي أول شيء استمراريتك في المجال، تنازلك عن أمور عشان الإعلام، التضحيات يعني تضحي في أمور عشان الإعلام. أنا الحين ما يعني بقولك مثلا أنا ضحيت بوظيفة كنت أتمناها من يوم طلعت من الثانوي، كنت صدق إني أبغى الوظيفة هذه وهي وظيفة ما هي يعني وظيفة كنت أتمناها، ضحيت فيها بسبب الإعلام من أقدر أكمل، لأن لو توظفت وظيفة هذه راح تبعدني بشكل كامل عن الأعمال الفنية عن الإعلام عن القناة، ولكن خيرة خيرة. فأشوف اللي قدم تضحيات واللي يعني زي ما الإعلام بينجحك بيطلعك أنت بعد ضح وخسر عشان الإعلام. هذا وجهة نظر وكل له وجهة نظر وهي هو موضوع يعني متاح للجميع كل واحد.